بلى، لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أوانيك كافر بون لا أهل كتاب يهود نصارى ولا مشرك، كان متفرغ نبون دودست نبون يقدست بون منفق نبون متفرغ نبون هتاوكو بيغمبر هات، يعني همويان متفق بون لسر كفركان وجاوازين عن تيدا نبوكا هندي كان مؤمن بون وهندي كان كافر بون. أوانيك كافر بون لأهل كتاب ولمشريك منفق نبون متفرغ نبون ليكتر همويان لسر بيرو برواه اعتقادي كفر بون هتاوكو بيغمبر هات. أو أختي متفرق بون تفرقان تيكوت هندشان لسر كفر مانا وهندشان مسلمان بون. أو أنيك كافر بون لأهل كتاب، يعني بيش هاتني إسلام كافر بون بيش هو إسلام بيه كفر يان بدين كي خوان هبو إلحاد يان دا صفات دابو همو يان مسيحي شو يهوديش نوعي كافر يان تيدابو. وهاي دكتبان دا حضرتي موسى عليه الصلاة والسلام زور باني دقل چه گرتو دقل خداي گرت نازام دقل چه گرت. بهر حال الحاديان دا صفاتي الله تعالى دابو يا مسيحي كبيان ويا حضرتي عيسى كري خدايه اوشتانا رد كرنوي صفاتي واقعي الله تعالى الحاد دا صفات دا واو الحاد دا صفات دا هر دا ديني خوشيان دا هر كفرو بيباوريا. جاء أوانيك كافر بون بيش هاتني إسلامي لأهل كتاب ولمشرك كان مشرك كان يعني كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين لمشرك كانش متفرغ نبون هميان يعني لسر بيرو برواي كفر بون حتى تأتيهم حتى أتاهم البينة أتاوك بينها تلايا أتاهات بفعل مزارعي هنا وبو بياني بو حال بياني حال حكاية، يعني كأنه أو أتاهم البينة دا حال إجراء دايا وكو وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كأنه أو ألعان كان يشتكي دجرته ألعان تصويري دكا كألعان وبينة كدا حال هاتنو إجراء دايا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهودي والنصارى، فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. منزل أهل كتاب يهود ونصارى كفركش أن أوبك كفر أنهبوا بوسيلي إلحاد ورد كرنوي صفات الله تعالى يا بعضك لصفات الله تعالى. بويا بيان دلك الذين كفروا من أهل الكتاب شنكا أو الذين كفروا أنا أو الذين كفروا من أهل الكتاب كفر أنهبوا هرد ديني خوش أن دا بوسيلة الحاد صفات الله تعالى دا. ومن للتبيين من كب وتبيين دكرب وتبعيز بأو كدوة التبيين، يعني الذين كفروا تقرأي أهل الكتاب وتقرأي مشركين دنادش كرب وتبعيز باعتبار أو كي أوله. لم يكن الذين كفروا كالذين كفروا كان بخشيك بون هنديك بون لأهل كتاب هنديك بون لأهل كتاب نكل لأهل كتاب بن دكري لأهل كتاب كسانيك لسر ديانتي واقعي خويا عن ديانتي في غنبرة كان ما بن. وليوا بيزاوي خستوية تسرميني تبين واتا همويان أهل كتاب همويان كفروا بون همويان مشكلي عند مسألة اعتقاد بصفات الله داهبو. بس أوانيك كافر بون كبريتين لكل أهل كتاب مشرك متفرغ نبونو هميان لسر كفر متحد بونو متفق بون هتاوكو بينهات. والمشركين يعني وعبدة الأصنام منزولي بمشركان عبدة الأصنام وبت پرستا منفكين عما كانوا عليه من دينهم دستيان هل نقرتبو
لو ديانتيك لسريبون منفك نبون انفكاشا لو بيباوريك لسريبون انفكاشا لو بيباوري نبو أو الوعد باتباع الحق إذ جاءهم الرسول باتباع الحق إذ جاء يا خير منفق نبون لو اشتيك قولي اندابو قولي اندابو كأجر بيغمبر هاد ودوائك ونشنك بيغمبر صلى الله عليه وسلم دا كتابي واندا صفاتي كترابو وعدي درابو كدي منفق لو وعدي نبون واتا لسر أو وعدي بون ولسر أو بعدي باقي بون وتسميم ينهبو كأجر بيغمبر هاد ودوائك ونباوري بيبكن فاز منفقنبون عما كانوا عما منفقنبون عن الوعد باتباع الحق منفق لو وعديك دابو يعني وعدبويك ودوي حقيدك ون إذ جاءهم الرسول ودوي حقيدك ون وقتشيك رسولي آخر زمان هاد منفق لو وعدي نبون لسر أو وعدو بيماني برقرار نتا بيغمبر هاد وعدك كانت هندي كان إيمانا بينهنا مفهوم بو چون منفقی نه جار و مجرور که نکتراوا نکتراوا منفق نبون لچی دکره منفق نبون لکفرکیان یا منفق نبون لو وعده که دابو یان ده جگای دی که آیت قرآن شه و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به داوای فتح و زفر یان بسر مشرککان ده دکر اهلی کتاب كأجر في غمبر بيه في غمبر دي ودكتيبي مدى وعدد راو أجهاد إيماني في دينين وأما بصرين قد غالب دبين فس أو وعديان هبو وأو تسميمان هبو لو وعدو تسميمي جيا نببو نوا وأو تسميم مدى ضليو عند أبر قرار بو هتاوكو في غمبر هاد حتى تأتيهم البينة الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن منظور ببينية في غمبر عليه الصلاة والسلام يا قرآن فإنه مبين للحق أو معجزة الرسول بأخلاقه أو والقرآن بإفحامه من تعدى به بينا بحجة شاهد بلغي دلن بينا أجر بيني بمعنى حجة بقرين منظور بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا منظور قرآن كقرآن حجت بو ويا بيغمبر حجت بو بويان ويا منظور لبيني بمعنى مبين أو كبديع بمعنى مبدع بيني بمعنى مبين هتا هاتلايا مبينة مبينة كتت بي ونادى بتوصيف موصوف بمحذوف كيني المعجزة المبينة أو وقت صدقي بصر بيغمبر دانايا صلى الله عليه وسلم أجر بك يا فعيلي بمعنى مفعل بمعنى اسم فاعل با توجه بوي كتي تأنيسي بيويا أو اختي بينت مؤنسي بينيا فقد بو معجزي دي قنجيني موصوفكي معجزي يعني حتى أتتهم تأتيهم المعجزة البينة المعجزة البينة يعني المعجزة المبينة كقرآن شن معجزة بو خدي في غنبرينا كتري بو مثلا قرآن دا كتري ولي أجا بينة بمعنى حجته بلقى بقرآن يجد كتري ببيغمبر يجد كتري أو وقت أجا بينة بمعنى حجة بيتي كي تي تأنيسيني تي اسميتها بينة البينة على المدعي واليمين على من أنكر بينة بمعنى حجتي كإثبات يشتي بي بكري مفهوم بو فاز بينة بمعنى حجة دكري قرآن بيا بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم ولبيني فعيلي بمعنى اسم فاعل كبمعنى مبين بيتشنك تيبيا ويا موصوفي مؤنسي دبيب ومحذوف كينيني المعجزة المبينة كأبيش فقد بس القرآن دا صادق دبيه بس البينة الرسول أجا بمعنى حجت بيه أو القرآن تسبى معنى حجت بيه تسبى معنى اسم فاعل ببيني بمعنى اسم فاعل فإنه مبين للحق بو بقرآن دكتري بيناتن كقرآن مبيني حقية بيناتن بوش دي دلن كإثباتي حقي بيدكي إثباتي مطلبي بيدكي أو معجزة الرسول يا بمنظور ببيني قرآن نيا بعام معجزي بيغمبري صلى الله عليه وسلم منظورة معجزي أخلاقي ويا معجزي قرآني أو معجزة الرسول
بأخلاقه والقرآن بإفحامه. معجزيك معجزيك كرسولة معجزي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوسيلي أخلاقك كبيغمبر بويتي ويا معجزيك كقرآن إعجاز قرآن أويك إفحامه من تعدى تحدى به معجزي قرآن بوسيلي إفحام بزاندني قرآن بزاندني أو كسانيك بإفحامه من تحدى إفحامه أو كسانيك دوك مقابلان دق القرآن كدو به بوسيلي قرآن. معجزة الرسول بأخلاقه والقرآن بإفحامه من تحدى به يتوشر عبارتك أو معجزي معجزيك كبيغمبر صلى الله عليه وسلم معجزي بيغمبري بوسيلي أخلاقي ومعجزي قرآني معجزي كقرآن بوسيلي إفحام إسكاتي بيدن كدني قرآني إيو كسي كتحدى تحدى تحدي قرآني كردوا جاء بيغمبر إفحامي واني كردوا به بوسيلة قرآني بإفحامه يعني بإفحام الرسول من تحدى إفحامي أو كساني كردوا كتحدي ومقابلين كردوا به بوسيلة قرآني. إفحام يعني بزاندن إفحام يعني إسكاتي طرف خصبكت قصي لي ببري وقصي بينا ميني تحديش بمعنى مقابلة دقل كردنو مقابلة دقل كردن كيشة دقل كردن تمام بروم حتى تأتيهم يشم أرس كردن كاد ظاهرا دبو آوابي حتى أتاهم لم يكن حتى أتاهم البينة شنك باسي قزشته ديكا بلان بفعل مزارعي هنا وبو تصوير حالتي إتيانك كأنه الآن ود جريان هاتني دايو موجودة بالفعل. رسول من الله أو بيني بالرسول يكبو أقا بيني بمعنى بيغمبر بقرين صلى الله عليه وسلم رسول بدليتي بمعنى معجزش بي رسول بدليتي أما بحسف مزاف يعني تأتيهم البينة معجزة رسول يا بينة رسول أجر بيني بمعنى رسول بقري بمعنى بيغمبر بقري أو الرسول بدليتي أجر بيني بمعنى معجزة بقري ويا بالتوري خاص قرآني لي بقري دبي مزافي تشيبو رسولي حذف كي هتاب بيت بدل يعني حتى تأتيهم البينة كأو بيني معجزة رسول يا قرآن رسولنا كما زود ببيني قرآن به رسول من الله كأو بيني ومعجزي بيغمبري كيبو كأو بيغمبرا مرسل بو لترف الله تعالى را يتلو صحفا مطهرة تلاوتي صحفي صحف مكتوباتي كذلك مكتوبات قرآن كأو مكتوبانانا مكتوباتي مطهر وباقبون فاشكشي أوبك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. رسول من الله بدل من البينة بنفسه أو بتقدير مزاف رسول بدل بينة يا بدل بنفسه بدل أجر منزول ببيني خدي بيغمبري بي صلى الله عليه وسلم يا بتقدير مزاف بدل أجر منزول ببيني معجزة بي معجزة بي أو مبتدأ تاكا يا رسول من الله مبتدايا جملة يتلو صحفا مطهرة خبريتيو أو جملة يدبت الجملة معترزة دني وبحث كيدا أقبيك يا مبتدأ وخبر أو مبتدأ يتلو صحفا مطهرة رسول يجيك تلاوتي دكر دو ديخين دو الصحف أوراق يجي مكتوبات يجي مطهر وباك يتلو صفته أو خبره أقر رسول بدل بي يتلو صفتيتي جملة يتلوي أجر رسول مبتدا بجملة يتلو خبريتي رسول من الله رسول يقل لا ين خداي تبارك وتعالى
كأو رسولي يتلو صحفا مطهرة رسولك كتلاوتي صحفي مطهري لك دبت المبتدا وخبره جملة معترض دبيني بسو بيشي خويدا بيشو دواي خويدا كأو ضعيفة وترجيبها كبي كين مبتدا وخبر ترجيبه دروسك هر اوه بدلا جا يا بنفسه بدلا يا بتقدير مضاف او بنفسه بدل بنيا بتقدير مضاف بس تجيبه ويدا وكبيني چون معنى كينوا تمام. والرسول عليه الصلاة والسلام إن كان أميا لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها زاد الله في غنبه صلى الله عليه وسلم خو أمي بوا تلاوتي لروي نبوا دل پیغمبر عليه الصلاة والسلام هرچن أمي بوا درز نخوين دبوا بلام چونك مثلي أو شتي خندوتوا كدا صحف دابوا كأنه خدي صحفك خندوتوا چونك دل يتلو صحفا يعني يتلو شتيك أو شتهمان شدبو كدا صحفان دابوا وكسيك قرآن لبرد خوينتوا وكسيك حافظة تاوي نيا مثلا في دلي يتلو القرآن يعني يتلو أو شتيك مكتوبة دا قرآن دا تنك الصحف بو مكتوبة موجودة كي دلا الصحف تلاوة صحفي دكر يعني تلاوة شتيك دكر كأو شتهمان شدبو كمسبدبو ومكتوبو دا صحف دا. والرسول وإن كان أميا لكنه لما تلا مثل ما في الصحف مثلكا مثل أويك دا صحف دابو أويد أخوان دو لبر كان كالتالي لها وكتالي صحف كان بآوايا. وقيل المراد جبريل عليه الصلاة والسلام. بعضي كتوانا منزول برسولي جبرائيل عليه الصلاة والسلام أتاهم البينة دا وقتي دا أقدبي بينك شهر بكينا هاو يعني بينك أو بو كلا ترف خداي تبارك وتعالى راهات بو وحي هنا بو ويا لازمناك بينك تغييرش بدين رسولك دا كريه بي يعني بينك بكينا قرآن بكينا قرآن أو رسولي بحسب مضاف بكينا بدل يعني قرآن يعني بو هاد أو قرآن بيني رسولي كيبوات بيني بوك جبرائيل هنا بوي بيني رسولي كيبو لترف خداي تبارك وتعالى راك يتلو صحفا مطهرة معلومة أغا رسولي بريتي بكي لجبرائيلي عليه السلام أو هم إمكانات بو بيني نابي حق نابي بيني بكي بيغمبر شنك وقتي بدليتك صحي نابي بإضافش صحي نابي بمضافش دبي بينك إلا ولا بد منظور قرآن بجاء جار رسولي بمعنى جبرائيل دتوانية بيتبدل بحث في مضاف تمام. ملا يوسف دنجمان دي ضلي بمصيا تاك. وكون الصحف مطهرة أن الباطل لا يأتي ما فيها أو أنها لا يمسها إلا المطهرون أو كالتوصيف صحف كراوة بمطهر مطهر بوني صحف أو يكا باطل ناية ناوية باطل روتيناكا أو شتيك دا قرآن دا هي باطل روتيناكا وقت باطل روتيناكا يعني باطل تيكلنا به هرشي تيدا حقا لا يأتي باطل ما فيها لا يأتي الباطل ما فيها أو أنها يا توصيفي صحب مطهر لبر أويك فقد مطهرين حقان هي دستي ليبدن وكود زيقاي قرآن داد زيقاي دي كذا دفرمي لا يمسها إلا المطهرون مسي أو آياتان ناكن مسي أو صحفان ناكن إلا يعني حقي عني مسي بكن إلا أوانيك مطهر دي صحف كان مطهرا يعني تطهير كراون لويك غير مطهر مسيان بكا مطهري بو معناي يعني لا يمسها إلا المطهرون أجر كابراي غير مطهر حقي نبو مسي بكا بس قرآنك مطهرة صحفك
دمنا مطهر يعني مطهر من أن يمسها غير المطهرين. تمام؟ فاز مطهر يعني مطهر لباطل ويا مطهر لدزليدان غير مطهرين. تمام؟ فيها كتب قيمة مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق. دنيا أو صحفان دا نوشتهايك يا دي معلومة القرآن مجموعيك صحف وصحف كان مجموعيك جملات نو جملات كانيج نسراونو منظور زرفيتكي. فيها كتب قيمة دنيا أو صحفان دا كتبك يا مكتوباتك يا كاو مكتوباتانا مستقيما راست درست ناطق بالحق هلو ختاو غلطن قيم وكو قيم او روني بمعنى ارزشمند بي او معنى يب وقيم معنى يشي جديد او روية قيم ده فرهنجي عربي بيشو ده بمعنى بارزشنيا يعني مستقيم مستقيم راست براست دي كتير قيمه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم هم البينة. دا بيش دا بحثي مشركين وأهل كتاب دا كادوا دوبارة دا قرأت وسر أهل كتاب بتوري خاص لبروا أهل كتاب عتابيان بتل سرا أهل كتاب شتهاي كان بيستوى لكتوب خوان دا بحثوا بياني هاتني بيغنبري إسلام كراه صلى الله عليه وسلم أوان ليزان تربون بالنسبة هاتني دين وبالنسبة دين وأوان موظف تربون بويك فزيرشي إي قرآن يبكن وكو مشرك النبون مشرك تيان ندزاني. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عما كانوا عليه إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عما كانوا عليه أهل كتاب متفرق نبون لو اشتيك لسريب لو اشتيك لسريب يعني كفركي خويا متفرق لو كفري نبون بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه بوجوري متفرق بويايا كبعض كان إيمانيا هبايا بدينك إخوان وبعض كان متردد بان كيدا همو يان إيمان يان بدينك إخوان هبو. أما لسر أساسي أوي رويشتين دا بيش دا مين كما كرد مين تبعيز وأهلي كتاب من وحساب كرك أهلي كتاب بعض كان مؤمن بدينك إخوان بون بعض كان مؤمن بدينك إخوان نبون إلحاد يان دا صفات دا هبو مين كما كرد وتبعيز لم يكن الذين كفروا كأو الذين كفروا أنا بش يقبون لأهل كتاب وبش يقبون لمشركان مشرك بتبعية دنا بنسبة مشركنا بتتبعيز بلام أو كردوية تميني تبيين ككردوية تميني تبيين أو وقت موضوع كيد قورين يعني أوانيك كافر بون كدبيت كل أهل كتاب وكل مشركان كل مشرك كان منفق لدينك إخوان نبون بوش يعني بيدل كافر شن كفري بإلحاد ينهبو يعني الذين كفروا همو ينبون يعني, يعني الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا من المشركين من المشركين كتواو كفرون ولي من أهل الكتاب كفروا بالنسبة همو ينبكيو يعني بل يمين كيبكي يميني تبيين دبي كفروا بو معناي معنا بكي وكا ارتباط بيوندي عند قلدي انك اخوان نبصابو بلعم دينك ان تحريف كردبو والحاد في صفات انهبو او الحاد في صفات عموميتي هبو بيدبو هميا الا نادرا منهم كتوجه ان بينك لاوا اقمين كميني تبين بي أوج وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عما كانوا عليه يعني عن كفر بدينك إخوان وأو كفريك لسريب منفق لوينب متفرق نبون بوجوري هندي كان إيمان ينهبه بدينك إخوان هندي كان تيدا متردد بنهمويا
إيمانين بدينك إخوان هبو أما أو دين إلحادي شون كوقت ما عند بيش دا أجا قرار وابي كفروا بوبن هميان ليربي عند لي متفرغنا من عما كانوا عليه عما كانوا عليه آوى تفسير كاتب بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه يعني هميان نا مؤمن بون ويا هميان ارتباطي عند قل دينك هبو أما بون نوع ارتباط إلحادي ما تفرق الذين أوتوا الكتاب عما كانوا عليه عما كانوا عليه دبت الديانة كيان متفرق لو ديانتين نبون أما ببزيرش إلحادي ومتردد نبون بأن آمن بعضهم أو تردد في دينه بوجوري بعض كان إيمانيا بوبي وبعض كان ترددا بوبي نا هيت كان ترددا نبو هميا بزيراي دينك إخوان هبون أما بتحريفه يعني بو إلحادي وكهيان بوبي دقال بيش كيف كاتوا أو عن وعدهم بالإصرار على الكفر يا متفرغ نب لو وعديك دابو يان بويك كإيمان دينا متفرغ لو وعدي نب دست يان لو وعدي هل نقرتبو بلا أو عن وعدهم بالإصرار على الكفر بلا ما تفرق الذين أوتوا الكتاب عن وعدهم أو اختي وعدهم نق وعدهم باتباع الحق إذ جاءهم الرسول ولوعدي شو تسميمي شو كالسريان هبوكا هتا هتا لسرو ديني دي من نوا متفرغ نبن لو وعد وعد ما زل لوين وعد الشفاهي بي أو وعد دكري وعدي شو دروني وتسميمي شو بيكا همو كسيتي أو كسانيكا بيرو برواي كان هي تصميم يعني هي سرو بيرو برواي برون هتا هتا يا أهلي إسلام شروايا كابراي مسلمان تصميم هي هتا هتا يا مسلمان بيه أوي مسيحي وأهلي كتابي شا تصميم يعني هبو هتا هتا يا لسر أو دين ابن فز وعدو وعدي درونيان هبو بنسبة إصرار لسر دينك يعني لسر كفرك يعني ومتفرغ نبن لو وعدي وبردوان بن إلا تفرق النبو إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا دواي أوين بك بينهات هما قصة كيف يشيا يعني لسر فورم إخوان بردواب وتصميم أنهبو لسر أو فورم سابقين من نوا هم يعني متفق بون لسر أوي هتاوكو بيغمبر هاد أو اغتبونا بون دودة استهند جان إيمانا بإسلام هنا ولوان دي كجدا بونه إلا من بعد ما جاءتهم البينة فيكون كقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أو عن وعدهم ما تفرق عن وعدهم دلا أوقتي أو آيات لقبيلي أو آياتك دا قرآن دا فرمي وكانوا بحث يهودا دكا وكانوا من يهود مدينة من قبل بيش هاتني إسلامي يستفتحون على الذين كفروا داواي فتح زفريا لخداي تبارك وتعالى ذكرك غلبيا غلبي بيداكا بسر كفارا دا بسر مشركا دا بوسيلي هاتني بيغمبري وإيمان هنان باو بيغمبري فلما جاءهم ما عرفوا وقت جهاد بولايان شتيجي كدان زاني حقا كقرآن بوياك بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم كفروا به إيمانا بينهنا وقت جي كقرآن هاد إيمانا بينهنا واتوعدان هبوا بويك إيمان بينن واو استفتاحي عن ذكر واو تسميمان هبوا بلام أقهاد تسميمكان قوري فز متفرغ نب لو وعدي ولسر أو وعدي باقي بن أما بو بالإصرار على الكفر بالإصرار على الكفر لقالوا ويتيقنا كاتوا ما تفرق الذين أوتوا الكتاب عن وعدهم متفرق لو وعدكان نب لو وعدي وأو وعدان هرهبوا هتاوكوا بينهات
أما وعدهم بالإصرار على الكفر ده قال استثنائي بو معناي كي يستفتحون على الذين كفروا تيقنا كاتوا أجا وعد كان أو تصميم بيماني بقى لسر دينك إخوان هبي أو آيات لقبيلي وكانوا من قبل يستفتحوني نيا أو آية وقتيكي آياتي بيشيش وقتيكي لقبيلي يستفتحون على الذين كفروا يكا وعد كان أو بوك أجر في غنبر هاد إيماني بينو بلام دعاء إيماني النهناوة دنا أجا وعدك أو تسميم أبو بتسميم إصراري على الكفر وكدير دادلا أو وقت لقبيلي أو آيتين يعني دو معنى إيدا لقبيلي أو آيتين بل كدو معنى إيدا لقبيلي آيتيا كوعدك أو أبو بك أجر في غنبر هاد إيماني في دينين مفهوم؟ فيكون كقوله لقال قصي كدلا وعدهم بالإصرار على الكفر تيقناك توا وعدهم بويك إيمان دينن أغا بيغنبر هاد أو دقال أوي تيقناك توا كلقبيل أو آتي بي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم إفراد أهل كتاب كليرد لبيش دا أهل كتاب ومشرك وقرا كتراون ليرد بتاقي تاني أهل كتاب كتراون وجيا كراون ولوان إفراد أهل كتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين المشركين دواي أويك لأول سورة كيدا جمع بين أهل كتاب ومشركان كرابوا للدلالة على شناعة حالهم بو راقيان دني قباحتي حال أهل كتابة وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان لما وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى دلالة لسر شناعة قبح حاليا ودلالة لسر ويكأوان أهل كتاب وقت يجدوا آياتني في غنبري متفرق بونو لسر أو اتحادي رويي بيشو نماون هندي كان إيمانيان هنا وهندي كان لسر كفر ماو نوا وقت يجي أوان متفرق بون دواي هاتني إسلامي مع علمهم باوجودي وي أهل علم بون نك تفرقهم دا بيجدا شنو دا فرمي ما تفرقوا دا بيجدا تفرقك بو دواي يا بو دواي هاتني إسلامي أنهم لما تفرقوا دواي هاتني إسلامي مع أويك أهل علم بون بويك بيغمبر حقا وبيغمبر آخر زمانا كان غيرهم بذلك أو لا غير وان مشرك كان أو لا تربون بو تفرقيتون وان أو إتلاعاتك أهل كتاب هيانبو أوان نيانبو أهل كتاب تشبه نبيوكو ملاكان موابون دن يوان دا أوان برسورايان بوان بو مشرك كان عوان بون دا تون مراجعايان بوان دا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا في كتبهم بما فيها أمر أن ينكر أبو دا كتب إخوان دا بوشتي كدا كتب إخوان دا بو أمر أن ينكر أبو دا كتب إخوان دا بما فيها بوشتي كدا كتب كان دا بو إلا أمر أن بوي بكر أبو يعني أمريان بوهي بكرابو أو كارانا دسائي يعبد الله هيدا بكن أمريان بينكرابو دا كتوبيان دا بأحكامي نيو كتوبكن إلا بوهي أو أحكامانيان بو ترخان كرابو وو تكلفاتانيان خسترابو سريع ليعبد الله مخلصين له الدين لا يشركون به بوهي عبادتي الله بكن ومخلص بن مخلصي دين بن بو الله دينكي و بندجي كيبو خداي تبارك وتعالى بإخلاص وكانوا شريكي بو خواي قائل نبن حنفاء مائلين عن العقائد الزائغة حنيف جنيف دم قابل يكتريدان حنيف بو كسيدلن كمتمايل بو باب حقية جنيف بو كسيدلن متمايل بو باطلية حنفاء مائلين عن العقائد دستوريان بأحكاماتي نيو كتوبكيان بوي بكرابوكا
تاكي دا عمل بين واتا عبادتي الله تعالى يبكن بإخلاص وو حنيف بن مائلي عن العقائد زائغة وباطلة بن ويقيم الصلاة إلا ليقيم الصلاة بويبو أو تكاليفان بودان درابو كعبادتي الله يبكن إقامة صلاة بكن إيتاء زكاة بكن دا زمن شتيدي كدا شنك أحكام كتابة كان هر أو اندنبو إلا ليني أوانشتي عمدبو دنيو كتبي واندا يعبد الله مخلصين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة بوي أمريان دنيو كتب كانيان دا بما في كتب وأحكام كتب كانيان بيكرابو بوي دا زمن بقية أحكام دي كي كتب دا أوانك رؤوسي مطالب كان أنجامي بدن يعبد الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكنهم حرفوا وعصوا بلام أوان تحريف ديانتك أنكر ونا فرماني الله تعالى أنكر وذلك دين القيمة دين الملة القيمة القيمة صفة ملة محذوفة وذلك دين رسم ملة صحيحة يعني عبادة الله تعالى بإخلاص وإقامة صلاة وإيتاء زكاة دين رسم ملة دين قيمة رسمي ديني مستقيم ديني مستقيم رسمكي وبيروكي بروغرامكي عبادتي الله بإخلاص وإقامة صلاة وإيتاء زكاة بعنوان أركان عمدي أحكام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمة الله علينا وعليكم الرحمة.